بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. لنا الأفعال ولهم الكلام، هو ده الكلام. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لحظات احتفالية رائعة. ولما كانت الحلقة 577 من ملك وكتابة، كانت الأميرة في قبضة الملك. التسعة يا أهلي، حقق الأهلي لقبه المهم جدا وتصدر المشهد الأفريقي بجدارة. أولا الحمد لك والشكر لك رب العالمين. أنا كنت أخشى أن يعني ثلاث نهائيات مش عارفين ناخد اللقب، كانت هتبقى دمها تقيل أكتر ما كده. فالحمد لله كده مشيت بأصولها وإلى قطر. وإلى قطر وإلى الأمام دايما يا أهلي. قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود. يعني معاني تصلح لكل الأوقات، هكذا كانوا قادتنا يعني يلهمهم النادي الأهلي إلى كلام ممتد عبر العصور. ما تقدمش الأغنية دي لا هي ولا معنيها، أنت دايما أنت دايما إلى الأمام، هكذا كان يكتبون. كيف يكتبون الآن؟ وهكذا أبدع فكري باشا أباظة في القديم. لكن الأهلي الملهم، النموذج اللي دايما الكل بيتفكر فيه ويعيشه. يعني الأهلي يستمر ملهما في كل الأوقات وفي كل العصور وبكل اللهجات. أستاذ إبراهيم، هو ده الأهلي الملهم، وهي دي قيمته. وإذا كان عن الأهلي كل الكلام متعاد، فحلقة الليلة فيها عناوين مهمة. مقالي وما قالوا وكانت القضية، الغربال الريد فرايدي، بعظمة لسانه الجدارة ومين يفهم العبارة، الشموع الحمراء مراد فهمي أهلاوي ساهم في نشأة الكاف، أسرار الملك فلافيو الرأس ذهبيا، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى المتنوع لحلقة النهاردة اللي بنتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نتناوله سريعا. لكن البداية كما تعودنا دائما مع مقالي ومقاله، هل تكون القضية؟ هل تكون القضية؟ أطلقها عصام الشوالي وصرخ بها، وإذا بمحمد مجدي قفشة يأتي بالقاضي يا باشمهندس. في يعني أوقات بخبرات المعلق يستشعر الحدث قبله. كان محمود بكر الله يرحمه كان في الحتة دي. هو حتى لما تشوف بعد كده وانت جايب دي الأستاذ عمرو أديب استشعر أن هناك شيء مثلا فيحدث خلال الدقائق دي. فهو هل تكون القضية؟ ده لسه هو بيسند على فخده، والقرار العجيب اللي خده قفشة بيذكرني بالقرار العجيب اللي خده الكابتن أبو تريكة في الصفاقس. يعني هكذا استشعر المعلق أن فيه القضية. أفكرك إزاي استشعرها؟ نسمح؟ طيب. بالرأس القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكورة وجول، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن، القاضية ممكن. هي هو القضية لسبب التوقيت بتاعها. عايز أقول لك حاجة، إن جون المبكر اللي جه فينا أثر على مجريات المباراة والتكتيك وشكل الاستحواذ وكل حاجة، لأنك أنت خلاص جبت جون وابتديت تفكر انا عايز الماتش يخلص دلوقتي. لكن لما بتجيب الجون في الاخر القصه مختلفه خالص، والليله بتبقى مختلفه خالص، بتبقى قاضيه فعلا. طيب ازاي الاهلي تعامل مع القاضيه؟ الاهلي حاز الاميره، احتفل واحتفى وفرح، وشفتوا الاهلي في كل المحافظات الفرحه كانت عامله ازاي، لكن التعامل بمسؤوليه كانت في بيان النادي الاهلي. مجلس اداره النادي اصدر بالامس بيانا، هقول لكم كابتن محمود الخطيب وجه فيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
ولكافة مؤسسات الدولة اللي تحملت مسؤولياتها كالعادة بل وفوق طاقتها من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بالقصيرة. ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية. وأشار الكابتن محمود الخطيب في بيانه إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر سواء كان لاعبا أو مدربا أو مسؤولا أيا كان موقعه، خاصة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم. ده ملخص بيان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي قال في الآخر لابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. وختاما جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي مؤكدا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية. شوف بيان وقور مسؤول جدا، ورسالة جاءت في توقيت رائع، وما أجمل التواضع وأنت واقف على رجليك فتقدر تعمل المبادرات اللي من النوع ده. فاتحين إيدينا للجميع ونبتدي بود جديد، وهي مبادرة تلقفها فورا المستشار البكري أحمد البكري رئيس اللجنة التي سوف تدير نادي الزمالك، وقال احنا بنرحب بالعلاقات الطيبة مع النادي الأهلي، ويجب فورا رأيي وجهة نظري أن يبنى على هذا المعنى، ونشوف زيارات متبادلة بعد الكاس بين الفريقين، لأن نرجع زي زمان. أيوة نرجع للأصول، نرجع لماذا تلعب الرياضة وأمرها إيه؟ أمرها بتقول كده، انتصر على ضعفك بالتشفي أو الانكسار، انتصر على ضعفك إنك تعيش المرارة أو الانبهار. يبقى احنا دلوقتي بنمد ايدنا لايد بعض ونقول هارد لاك ومبروك، وهو ده الشكل اللي ينبغي ان يكون سائدا بين الانديه الكبرى. هي دي الرياضه، وهي دي قيمه البطوله، وهي دي حلاوه الاميره كمان. ويمكن ده خلى البيان ده خلى معالي الوزير اشرف صبحي يعبر عن رايه في بيان النادي الاهلي. الدكتور اشرف صبحي على الهاتف مع الزميل عمرو اديب، نشوف كان انعكاس بيان الكابتن محمود الخطيب عليه ايه. احنا شفنا النهارده البيان اللي نزل من مجلس اداره النادي الاهلي بالاحترام وشكر للقياده السياسيه وشاكبه لاي مظاهر حصلت. ده الكلام ده كان قبل فتره الظاهره او فتره الظاهره، لاي مظاهر حصلت تمثل يعني شيء يعني غير معتاد ل يعني اي لاعب، وبصفه خاصه ما حدث يعني لكابتن شيكابالا. وده يعني احنا بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا شفنا الاجراءات القانونيه اللي اتخذت بشكل سريع جدا ضد من تنمر ايا كان الوضع. ده يعني شيء احنا من فتره بنتكلم الروح الجميله اللي المفروض تكون موجوده، وبنتكلم مصر هي اول ومصر اولا ولا للتعصب. وشفنا مباراه في الحقيقه من زمان ما شفناش يعني ناديي الاهلي والزمالك في نهائي ديربي زي كده. كلام محترم جدا ويعكس قيمه النادي الاهلي التي دائما مع كل تحرك المسؤولين الكبار يروا النادي الاهلي عامل دوره الصح. وجاء هذا البيان في توقيت انا بقول رائع جدا ومهم جدا ومؤثر جدا. هي دي المراهم الملطفه. ايوه لما يحتقن الجو محتاج هذا الاسلوب الوقور في التعامل والتواضع، وتتعامل ازاي وتشكر الناس كلها اللي وصلتك انك انت تؤدي بهذا الاداء وتوصل لهذه النتيجه. والحقيقه انا مع البيان في كل كلمه وكل صياغته، ومع تقدير واحترام الوزير المسؤول لهذا الموقف. كمان النادي الاهلي النهارده بينعي رحيل واحد من ولاده ونجومه الكبار القدامى الكابتن ميمي عبد الحميد. انتقل الى رحمه الله تعالى كابتن ميمي عبد الحميد.
واحد من نجوم كرة القدم الأهلوية في الستينات، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بينعون ببلى والحزن والأسى رحيل الكابتن ميمي عبد الحميد اللي وفته المنية اليوم. دعينا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، له كل الدعاء بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. النهاردة كان خبر مهم جدا لكرة القدم في النادي الأهلي. النهاردة 30 نوفمبر إعلان القائمة الأساسية أو القائمة قائمة اللاعبين للموسم الجديد علشان القيد، وبكرة إن شاء الله تعالى بداية مباراة الكاس اللي الأندية مسموح لها تلعبها بالقائمة الجديدة. النادي الأهلي استبعد من القائمة 3 لاعبين، كابتن صالح جمعه وتم توجيه الشكر ليه وحصل على الاستغناء الخاص بيه، اصبح حر للانتقال في اي مكان. خلاص ده محسوم. فتم فسخ العلاقه بالتراضي. نتمنى له التوفيق والشفاء يا رب ان شاء الله. رقم 2 اليوباجي. اليوباجي راس الحربه عنده عروض زي ما عرفنا من الكابتن. بس عايز اصلح مصطلح. هو ما استبعدش، هو اجل. لا بالنسبه لصالح بره. صالح بره، لكن بالنسبه لباجي واحمد الشيخ موقفهم تحت التفاوض لان جاي لهم عروض. فاجل للقائمه الثانيه. لو العروض جت هيخلص، ما جاتش العروض ربما يعني يكون يبقى باجي واحمد الشيخ في انتظار حسم انتقالاتهم سواء على سبيل البيع او الاعاره. باجي عنده عرض من احد الانديه الفرنسيه وعنده عرض محلي، واحمد الشيخ عنده عرض من التشيخ وعرض محلي. خلال الساعات القليله القادمه يحسم امرهما، لكن زي ما بقول لكم الثلاثه خلت هذه القائمة اللي ضمت 27 لاعب، منهم ال 27 اللي تم قيدهم يا باشمهندس محمد الشناوي وعلو لطفي في حراسة المرمى، مصطفى شوبير طبعا متسجل تحت السن، محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بنون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد وآلو ديانج وعمرو السلية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاييه ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن. طبعا تم تأجيل قيد محمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود الثلاثي المصاب اللي تحت التأهيل لفترة طويلة، تم تأجيلهم لقيدهم في القيد الشتوي في فبراير إن شاء الله. ملاحظتي على القائمة حاجات مهمة جدا. احمد ياسر ريان خلاص اذا تم عودته. بيجي كده حسم امر انتقاله لانه عدد الاجانب كده العدد يا القانوني. يا سيدي كويس. ما احنا بيجي انا بقول مرتبط بعدد الاجانب مؤجل، معلش ما مش هنرجع عشان ما نضيعش وقتنا في الحته دي، مؤجل لحين حسم الموقف التفاوضي بتاع احمد الشيخ وبيجي. سيبك بقى من ده. خلينا نتكلم على القايمه. انت عشان كده سجلت احمد ياسر ريان كفيرو. انت دلوقتي بتلعب باثنين صاعدين زائد مروان محسن. تمام. ادي الفراوده زائد شريف. عوده شريف ممكن يلعبها يعني وممكن يلعب طرف. الملاحظه الثانيه سعد سمير بقى جوه القايمه. ليه انا بقول لك كده؟ عشان لما نشوف موقف كريم ندفد ومحمد محمود نتفهم ومحمود متولي نتفهم اللي حصل معاه. هو ده اللي كان حصل معاه وحصل مع كذا لاعب قبل كده. فهو ده. هو انت شايف ان دول مش هيلحقوا، فمستني عليهم لما باذن الله يلحقوا في الانتقالات يعني بعد كام شهر يكون تمام الشفاء باذن الله وتستعيد القائمه استكمال كل قدراتها. طيب اخبار المسحات، لان نتائج المسحات بقت من الاخبار المهمه جدا في الرياضه. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لي كنا عملنا مسحه لوليد سليمان طلعت سلبيه، فقلنا خير والحمد لله. الجديده طلعت ايجابيه فاتعملت له واحده ثانيه في انتظار نتيجتها، فبالتالي هو بره قائمه مباراه الاتحاد. ايضا كانت القائمه او العينه ايجابيه لالو ديانج ومحمد شريف واحمد ياسر ريان وطبعا صالح جمعه، واضيف اليهم صلاح محسن عشان يستمر هؤلاء في العزل المنزلي تحت العلاج. وهو هنا نلاحظ بقى ايه؟ سيبك من الكابتن وليد سليمان وديانج ديانج نلاحظ ان بالنسبه حتى لصغار السن هتبتدي العمليه لازم يخلوا بالهم يدخلوا لازم يخلوا بالهم. طيب
دي كانت اخبار المسحات والقايمه والخد والاعراض. هنطلع لفاصل وبعد طيب الفاصل قايمه كلام مهم هنشوفه بعد الفاصل عن قايمه الاتحاد بكره فيها مين. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا استعدادات الاهلي في للفتره اللي جايه، هقول لكم قايمه الاهلي لمباراه الاتحاد لانه بكره الاهلي والاتحاد في كاس مصر يا باشمهندس. بيتسو موسيماني المدير الفني اختار قايمه فيها 22 لاعب، بالمناسبه صلاح محسن فيهم، علشان الناس اللي اتكلمت كتير انه صلاح عينته طلعت ايجابيه و ثبت انه لا، صلاح محسن ضمن قائمه ال 22 لاعب. ده يقودنا الى مش عايزين نستقي معلوماتنا باستمرار من اللي بنقراه على السوشيال ميديا. لان لازم يبقى في مصدر مسؤول. النهارده انا فعلا زيك قاعد وتاكدنا من جوه النادي ان الراجل موجود في القائمه، اذا باذن الله هو موجود. هيلعب ولا مش هيلعب ده موضوع تاني. القائمه بقى فيها رامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وايمن اشرف وعلي لطفي وحسين الشحات ومحمد الشناوي وعمر السليه ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير وناصر ماهر واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وعربي بدر وبدر بنون وصلاح محسن. واقول لك ملاحظاتك. ملاحظاتي طبعا بقى. طبعا ملاحظاتي اول حاجه انا وانت لاحظنا ان صلاح محسن موجود. ودي اول وطاهر وبدر بنون ملاحظه. تاني حاجه طاهر مصاب وهيقعد قد كده موجود. يبقى احنا معنى كده ان برضو ما لا يقرا كله لا يصدق كله. لا يصدق كله. وبدر بنون بقى لاول مره يظهر. وبدر بنون في اول تواجد له. القائمه دي هتتغير بتبقى 18 بعد شويه ولا هي هتبقى بتفضل كده؟ لا هم في المعسكر 22. قبل الماتش في ثلاثه هيطلعوا يقعدوا في المدرج. يعني 19؟ 18. طيب ما دي 22. القائمه 20. القائمه 20 وال وفي خمس تغييرات. وفي خمس تغييرات. انا اعتقد يبقى في اثنين. هيبقى منهم حارس مرمى غالبا يعني، وهيبقى في واحد تاني. ايا كان الموضوع ان دول الناس السلام الموجودين اللي وقع عليهم اختيار الجهاز الفني. طبعا الناس طواقه جدا تشوف بدري بنون، طواقه جدا تشوف الصفقات الجديده زي طاهر محمد طاهر. تعتقد انه بيتسو ممكن يدفع بيهم البدايه ولا يعني مش هيغامر قوي ان هو يعمل التعديلات؟ الماتش تقيل جدا، الاتحاد السكندري مختلف. الاتحاد السكندري يا استاذ ابراهيم بالتدعيمات اللي خدها مختلف جدا. عشان كده مباراه فعلا مهمه جدا، الفريق مركز فيها بشكل خاص، لكن كلام كتير حطيناه لكم في الغربال. ماذا حدث في الريد فرايداي؟ العالم كله كان مشغول، بعد كده كانت البلاك فرايداي، قال لك لا ده الوايت فرايداي، الجمعه السوداء والقمه والجمعه البيضاء، واذا بالاهلي خليها جمعه حمراء. جمعه حمراء استبغت مصر بلون الاحمر. ايوه في كل يعني مناحيها. خد على الخريطه كده هتلاقيها حمراء. فطبعا ده بيعكس اولا اهميه هذه المباراه تحديدا. ثانيا تعطش الناس سواء كان في الاهلي او الزمالك، ان الزمالك ما خدهاش شوف من امتى. والاهلي عمال يقرب وما ياخدهاش. 18 سنه الزمالك عمال يقرب وما ياخدهاش. لان الحقيقه الثلاث سنين اللي فاتوا، وده لازم نتوقف عنده ويتعمل له بحث خاص، ما حدث من الاتحاد الافريقي من توجيه للبطولات خلال الاربع سنين اللي فاتوا دول واضح اهو. يعني في شقلبة في البطولات. كان يعني فعلا وصول ناديين مصريين، شوف كل الناس بتقول من اول ما الاثنين وصلوا قال لك يا ريت النهائي يبقى مصري. عشان اولا البطوله تخش مصر بقى تضمنها مصريه، فرقه من الاثنين مستنيه. وطبعا كلنا عايزين احنا كاهلي نكمل بقى سكه التعويض بتاعه الارقام اللي ايه ريال مدريد جري وسبقنا بيها. فانت خدت لقب، يا رب نقدر نستكمله باكثر من لقب، ودعنا ننتظر. لكن دلوقتي لا حديث يعلو بعد كده، بعد ما نحل الكلام ده عن ماتش الكاس لازم نتكلم فيه برضه شويه في الاخر كده. طيب الاهلي احدث هذه الهزه الكبيره في الجمعه الحمراء، كان ليها اصداء كبيره جدا، وما اجمل أن يهنئ العظماء العظيم، وإنك تلاقي الكبار كبار العالم بيهنوا كبير القارة الأفريقية. نشوف في هذا التقرير الصوتي كيف تفاعلت كثير من الأندية العالمية الكبيرة مع تتويج الأهلي بالأميرة الأفريقية.
الكبير كبير، لأن الأهلي كبير إفريقيا وملكها المتوج. التهاني يجب أن تكون من كبار العالم في كرة القدم. فور انتهاء مباراة الأهلي أمام الزمالك وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 9 في تاريخه، مواصلاً تحقيق الأرقام القياسية على المستوى القاري، انهالت التهاني من جميع الكيانات الرياضية العالمية والإفريقية والعربية. البداية من حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي غرد مشيداً بأصحاب الرقم القياسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وعلق: نراكم في كأس العالم للأندية. أما الحساب الرسمي للكاف فقد أعلن تتويج الأهلي بطلاً لدور أبطال إفريقيا 2019-2020، معززاً صدارته لقائمة الأكثر تتويجاً باللقب القاري في التاريخ. كما نشر فيديو لهدف محمد مجدي أفشة في مرمى الزمالك مغرداً: قدم من ذهب تحصد الذهب. وإلى ألمانيا، حيث قدم بايرن ميونخ التهنئة للمارد الأحمر بطريقة مبتكرة، حيث غرد حساب الفريق البافاري من البايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا: تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، ونراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير القادم. ومن ألمانيا إلى إنجلترا، حيث غرد حساب مانشستر سيتي: مبروك للنادي الأهلي التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا. وشارك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي المارد الأحمر انتصاره الكبير مغردا: من جنوب يوركشاير إلى قلب عاصمة أم الدنيا، تهانينا للأهلي بطل القرن في إفريقيا على الكأس 9. ومن عاصمة الضباب إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث غرد حساب ذئاب العاصمة: تهانينا من العاصمة الإيطالية للنادي الأهلي بعد فوزه بدور أبطال إفريقيا للمرة 9 في تاريخه. ومن أوروبا إلى زعيم القارة الأسيوية نادي الهلال السعودي الذي بارك للنادي الأهلي وجماهيره تحقيق دور أبطال إفريقيا وإضافة النجمة 9 في سجلاته. ومن إفريقيا، حرص رئيس نادي سان داونز الجنوب إفريقي ومجلس الإدارة والجهاز الفني والعاملون والمشجعون على تهنئة النادي الأهلي باللقب 9 ومدربه السابق بيتسو موسيماني باللقب القاري 2 في تاريخه، مؤكدين فخرهم به. كما قدم فريق كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي التهنئة للنادي الأهلي ولموسيماني على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 9. تهاني من كبار كل نادي في دول كبير في مكانه وكبير. حتى تاني يوم شوف الهلال المفارقة بيبارك لك، تاني يوم انت لازم تبارك له وتوج بالكاس صحيح على حساب النصر. من كل حته في العالم، من اوروبا، من اسيا، من افريقيا، من كل حته، من امريكا الجنوبيه، هذه هي يعني تداعيات ان النادي الاهلي هو موجود على الساحه العالميه. ازاي الاهلي بهذه القيمه وهذا الانتصار وبهذا المردود المحترم هو سفير لمصر وقوتها الناعمه في الخارج؟ شايفين مكانة النادي الأهلي لما يمثل بلاده بهذه القيمة وهذا النقاء وهذا الاحترام يبقى المردود عالميا ايه؟ شوفوا حجم الدعاية الطيبة والمحترمة لمصرنا الغالية برة بفعل تتويج الأهلي بهذا الشكل، والنهائي المصري بين الأهلي والزمالك ده الإيجابي اللي المفروض الناس تبني عليه وتستفيد منه. وده بالمناسبة اللي كان له مردود كبير جدا في صحف ومواقع عالمية، وده مهم، ده المهم. يعني انت جبت الانباء على اي ترويج لبلدنا، انما الوكالات الانباء والصحف هو ده اللي بيدي لك الانتشار على مستوى العالم. نشوف ازاي وكالات الانباء والصحف العالميه الكبرى شافت تتويج الاهلي بهذه الاميره الغاليه. تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا للمره 9 في تاريخه لاقى صدى كبيرا لدى وسائل الإعلام العالمية، خاصة وأن التتويج جاء على حساب الغريم التقليدي الزمالك في نهائي تاريخي يحدث للمرة الأولى في المسابقة القارية. البداية من وكالة رويترز العالمية التي أشارت بتتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على الزمالك، وأبرزت هدف أفشة الرائع الذي منح المارد الأحمر اللقب القاري. وتحت عنوان الأهلي يهزم الزمالك في نهائي مصري خالص،
أشارت شبكة بي بي سي العالمية إلى أن النادي الأهلي قهر الزمالك في النهائي بعد أن نجح أفشة في تسجيل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من المباراة. كما أشاد التقرير بموسيماني الذي أصبح ثالث مدرب في تاريخ إفريقيا يحقق اللقب مع فريقين مختلفين. بطولة أخرى تضاف للأهلي في نهائي غير مسبوق كان عنوان صحيفة ريكورد البرتغالية في تعليقها على فوز الأهلي أمام غريمه الزمالك ليتوج الفريق الأحمر للمرة التاسعة في تاريخه باللقب معززا رصيده من الألقاب القارية، بينما علقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على هدف محمد مجدي أفشة والذي جاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق ووصفته بالهدف العظيم الذي منح الأهلي البطولة القارية التاسعة إلى جانب الصعود لكأس العالم للأندية. وقالت صحيفة إيس الإسبانية إن الأهلي أنهى 7 سنوات عجاف منذ أن فاز الشياطين الحمر بلقب دوري الأبطال في نسخة 2013 على حساب أورلاندو. أما صحيفة ليكيب الفرنسية فوصفت فريق الأهلي بالأعظم في إفريقيا بعدما رفع العملاق الأحمر رصيده من الألقاب القارية لتسع بطولات. ووصفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية موسيماني بالمحظوظ بعد أن قاد الأهلي للفوز على الغريم الزمالك وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. صحيفة ديلي ميل البريطانية سلطت الضوء على تتويج الأهلي باللقب القاري قائلة الأهلي يعزز رقمه القياسي بفوز مثير على الغريم. أصداء عالمية بمعنى الكلمة، أصداء عالمية بمعنى الكلمة. شفنا وكالات أنباء، شفنا صحف، شفنا ترى أن النادي الأهلي هو الأعظم، ده النادي الأهلي. ويعني في أسبانيا قال لك كلفته 7 سنوات حتى تعود إليه هذه الكأس. لكن في صورة وأنا بستعرض التقرير ومجدي أفشة بيشوط الكورة، مجدي بيبص بتركيز شديد جدا على موقع الشوطه، بين شرقي بيبص على الجول يعني وهو يستشعر ان هي دي اللي هتكون القادمه يعني، وهو بيحط رجله بين شرقي اهي. شوف شرقي، بين شرقي بيبص فين، رايحه فين، وشوف قفشه بيبص فين. والكوره فين، برافو عليك، يعني الكوره لسه ما طلعتش، الكوره لسه في رجل الكوره اهي، بس بين شرقي حس انها رايحه في الحته دي. بالظبط بالظبط، كويسه. لا 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 مبسوط مني، لا حلوه. بن شرقي عينيه رايحه للمصير المحتوم، رايحه فين دي؟ طيب لنفس الزاويه اللي لبست لا فيها. لا انا بحب التفاصيل دي، بحب ابص لها لان دي بتدي لك، وده سنس منه على فكره. لا سنس منه طبعا، ودقه الكوره اللي رايحه من باين من اولها، وترجمه القاضيه القاضيه القاضيه. أيوة. يعني انت لما تربط الريحه، يعني الدنيا كانت ماشيه في سكه بالظبط بالظبط. ظروف الجون الثاني متاخر شويه بتاع الكره رايح، يعني الحقيقه هو قرار. شوف ربنا ما يلهمك القرار، هو انك تاخدها على فخدك وقبل ما تنزل على الارض تروح حاطط رجلك تمشي بالشكل ده. صحيح. هو القرار، اللاعب قرار يا استاذ ابراهيم. محمد صلاح عبقريته ليست في المهاره، عبقريته في القرار. ايوه بس صحيح. طيب هذه المباراه أكبر حدوتة طلعت منها اللعب والنتيجة، الأداء ومين كسب، فلان كسب بس التاني لعب، وشفنا الحدوتة بين الاثنين. ده خلانا عايزين نقول للناس انتوا عايزين ايه، عايزينها لعب ولا عايزينها نتيجة؟ احنا غلبنا معاكم، لانه قبل كده في الواقع هتشوفوا قبل كده اكل ولا بحلقة. صحيح. طيب خلينا نقول بحسب احصائيات المباراه اللي عداها لينا الدكتور عمرو عبيد محلل الاداء في مجله الاهلي، والراجل الحقيقه يعني حد دقيق علميا في المساله دي، هو هنعرض البيانات والتحليلات وارقام هذه المباراه نهائي دوري ابطال افريقيا واخر مباراتين، لانه الغريبه تسمع ناس كثيره من الاخوه الزملكاويه حتى الناس بتكتبها في الاعلام، الزمالك تفوق في اخر 3 مباريات، اخر 3 مباريات الزمالك متفوق، معرفش التالتة هي ايه، افتراضي
افتراضي افتراضي قال لك لو كنا رحنا الاستاد ما انسحبناش ماتش الاتوبيس كنا هنكسب. يعني هما مباراتين الزمالك كسبهم بركلات الترجيح في ابو ظبي و3-1 وارقام الماتشين دول. بص ما هو انت مش المنافس هو حر مش هيغلب تستحوذ وفي كل الارقام يقول لك العبره بالنتيجه احنا خططنا وعملنا وصلنا النتيجه اللي احنا عايزينها. طيب تكسب بالنتيجه يقول لك لا العبره بالاداء والاستحواذ دائما في لا. اذا انت طالب انك انت تبقى في استحواذ وفي لعب وفي نتيجه وفي لا ده ممكن يحصل بس في كام ماتش وفين بيحصل عايز اكل ولا بحلقه؟ طب انا لا انا اكل طبعا بحلقه نعمل بيها ايه؟ عايز اكل. طيب لا وانا عايز اقول لك حاجه، انا هراجع موضوع معاك وهثبت لك دلوقتي حاجات مهمه جدا في هذه المباراه. طيب بصوا بقى في المباراه، مباراه نهائي دوري الابطال، نسبه الاستحواذ الاهلي 46 الزمالك 54. طبعا في بعض المحللين لا عشان خاطري اختلفوا فيها. انت بتقول مين اللي عمل ده؟ عمرو عبيد بتاعنا. كويس. طيب كل الاحصاءات اللي طلعت كانت 51-49. شوف احنا بقى لما بنعمل الشغل هناخد الادق هناخد الاسلم الامانه. تصور انت بقى انت وانت بتعمل شغل جاي على انت نفسك ليك حسبه. طب وافرض انها 54-46 ده يعني هو ال طيب احنا بس علشان نوصل لنقطه هو اكل ولا بحلقه، هو لعب ولا مكسب. نسبة الاستحواذ 46-54، إجمالي عدد التسديدات الشوتنج الأهلي عنده 9 والزمالك عنده 12. لغاية دلوقتي رقمياً الزمالك متفوق في الأرقام. تسديدات بين القائمين. يعني أنت بتشوط في أي حتة. طب التسديدات الخطرة بقى اللي هي للهدف نفسه بين القائم والقائمين والعارضة. الأهلي عنده 5 والزمالك عنده 4. يعني أهي الخطورة ما كانتش للزمالك. التسديدات الخطره كانت للاهلي. تسديدات داخل منطقه جزاء المنافس قريبين، الزمالك سدد 6 الاهلي سدد 5. الفرص التهديفيه الحقيقيه اللي كان ممكن تصنع اهداف، الزمالك عنده استحواذ حلو اكتر نسبيا. طب عملت ايه بالاستحواذ؟ لما تلاقي رقميا فرص الأهلي التهديفية 6 وفرص الزمالك التهديفية 4، يبقى الخطورة فين؟ لما تلاقي عدد إجمالي الهجمات، الأهلي عمل 39 هجمة الزمالك عمل 46 هجمة، بس الخطورة كانت أكتر للأهلي. نسبة الهجمات المكتملة 31% ل43%. عدد التمريرات العرضية، الأهلي ما بيلعبش كورة عرضية، دي ده سيستم لعب موسيماني، فالأهلي عنده 15 الزمالك عنده 24. إجمالي عدد التمريرات 339 أهلي 400 زمالك. نسبة دقة التمريرات تساوي فيها لا 82 و89%. الأهلي أكتر سنة، الأهلي أكتر سنة. أنا هنا عايز أتوقف عند الجدول ده. ثلاث أرقام استلفتوني. أولا رقم الاستحواذ ما هوش كاسح. قريب. وهو بيبقى الاستحواذ عبارة عن إيه؟ يمكن ظروف المباراة أدت إلى هذه الأرقام. بمعنى انت دخل فيك جون، جبت جون في اول ربع ساعه، في الربع ساعه دي حضرتك اللي مستحوذ، حضرتك الاخطر، حضرتك اللي بتوصل الجون كنادي اهلي. طب جبت الجون وانت عايش هم هذه المباراه واهتمامك بيها وعارف قدر اهميتها بالنسبه لك قبل ما تكون مع المنافس التقليدي، انت مش معقول هتفضل توصل نهائيات ما تكسبش البطوله. فحجم الحرص على الفوز اوتوماتيكلي لازم هتبتدي تلعب بشكل تاني، في ارتداد شويه وتسيب نص الملعب عشان تامن. بيتيح فرصه ان المنافس يستحوذ وينقل. اذا هو لكن هل هذا الاستحواذ جه في الارقام المهمه بقى اللي هي عباره عن ايه؟ تسديدات بين القائمين والعارضه 5 للاهلي و4 للزمالك. اذا الاهلي هو الاكثر ايجابيه ودقه على المرمى. طيب الرقم الثاني المهم جدا، الفرص التهديفية 6 للأهلي 4 للزمالك. إذن الأهلي أكثر فرصا رغم ما يبدو من سيطرة على أنحاء الملعب. الرقم الثالث نسبة الدقة متقاربة، بس برضو الأهلي
82 89 والزمالك 82 75. اذا انت وانت حتى في الموقف المتحفظ الدفاعي الا ان نسبه دقه التمريرات ما فيهاش التوتر بقى فيها برضو انك بالوعي وانك بتعمل ايه وبتطلع الكره من رجل لرجل وده اسلوب موسيماني عشان ناس كتير قال لك المدرب فين المدرب بالزبط. هو المدرب وانت قلت كلمه لازم الناس تتوقف عندها وانت حضرت شويه تمارين وكنا بنتناقش هو اسلوب ان الكره طبعا الارض اكتر بالظبط دي على حساب الكره العرضيه مين اللي بيتظلم في القصه دي واحد زي الفيرود طبعا الفيرود باجو ومروان لان هم اللي هيتعاملوا مع كره عرضيه اسهل لهم بالظبط المواجهه مع المرمى اصعب حاجه الانفراد ده اصعب حاجه في كره القدم القرار السهل اصعب حاجه في مسؤوليه فكتر الحرص بيخلي الشحات يحطها في العرض عايز يبعدها قوي عشان الجون ما يجيبهاش جت في العرض فرصه محققه اذا ظروف المباراه ادت الى هذا الشكل من الاستحواذ والله يا استاذ ابراهيم ومع ان الفرص التهديفيه الاهلي افضل انا عايز اقول لحضرتك حاجه في اتفاق بين كل الناس اول ربع ساعه اهلاويه طبعا خلاص طبعا ادي ربع ساعه في الشوط الاول انا اتفرجت من الدقيقه حاجه و60 لحد نهايه المباراه يعني حوالي 60 دقيقه في الاعاده اتفرجت على في الاعاده طلعتها من على اليوتيوب قلت لازم اشوف ايه الحكايه هو في ايه والله لو تتفرج على النص ساعة دي هتشوف النادي الأهلي وحجم استحواذه وحجم تهديده وحجم والزمالك بعد ما دخل فيه الجون وصل في الاريا عندك بالكور الطويلة لأنه خلاص ما أصبح النص الملعب بتاع النادي الأهلي فأدي نص ساعة في الشوط الثاني ربع ساعة في الشوط الأولاني إذن هناك تقاسم ولكن الأهلي لعبها بشكل مؤثر على المرمى بدليل هذه الارقام يبقى النهارده الارقام دي وانا ليه بقول الارقام هتشوف بقى الماتشات اللي احنا خسرناها بضربات الترجيح واللي خسرناها 3-1 مفيش رقم هرب منك بعد الفاصل المهندس عادل شايف ان دي اكل البحلقه بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد شفنا احنا ما يتعلق ب الغربال بدانا نبص على احصائيات نهائي دوري ابطال افريقيا ووقفنا عند بعض النقاط بمنتهى الموضوعيه والامانه. ليه انا بقول لكم المقارنه مهمه جدا؟ بحثا عن فكره هي الجداره كانت عامله ازاي؟ هو الاهلي توج باللقب ده ازاي؟ هو ايه الفرق بين اللعب والاداء؟ واللعب كان عامل ازاي؟ رجعنا بمقارنه بسيطه يا باشمهندس لاخر مباراتين قبل المباراه النهائيه اللي خسرهم الاهلي كسبهم الزمالك. إذن الأهلي كسب دوري الأبطال لعب بالشكل اللي انتوا شفتوه بالأرقام اللي هي عرضناها على حضراتكم كانت إيه قبل كده مباراة السوبر ركلات الترجيح المباراة انتهت بالتعادل لعب الفرقتين في أبو ظبي ركلات الترجيح فاز بها الزمالك نسبة الاستحواذ وقتها والأهلي خسران 51% والزمالك 49% يبقى الاهلي كان الاكثر استحواذا. اجمالي عدد التسديدات الشوتنج على الجون في مباراه انتهت بالتعادل. الاهلي سدد 17 كوره والزمالك سدد 5 كور فقط. متخيلين حضراتكم الفرق؟ 7 مقابل 15. التسديد 17 مقابل 5. ثانية واحدة الجدول اللي فوق الجدول اللي فوق بتاع السوبر اللي بتاع ضربات الجزاء ده السوبر طيب لا ده السوبر. انت انا بتكلم على السوبر يا باشمهندس ال 17-5 ده في الدوري يا باشمهندس السوبر المصري 17-5 التسديدات الاهلي شاط 17 كورة والزمالك سدد 5 فقط بين القائمين الاهلي سدد 3 والزمالك سدد 2 الاثنين ما فيش دقة عالية قوي التسديد داخل منطقه الجزاء في مباراه انتهت بالتعادل الاهلي شاط من جوه السكس يارد 9 تسديدات الزمالك شاط واحده بس دخل مرمى دخل صندوق الاهلي مره واحده تخيلوا عشان نشوفها بس الفرق كان عامل ازاي فرص التهديف الاهلي في هذه المباراه اللي انتهت 0-0 في ابو ظبي الاهلي كان له 7 فرص تهديفيه والزمالك له واحده اجمالي عدد الهجمات الاهلي كان له 64 والزمالك له 37
نسبة الهجمات المكتملة كانت للأهلي 27% وللزمالك 24%. التمريرات العرضية 34% للأهلي و11 للزمالك. ليه؟ 34 تمريرة. 34 تمريرة لأنه ريني فايلر دي كانت طريقة لعبه. هيختلف الأمر في الكرات العرضية عن بيتسو موسيماني، دي مدرسة ودي مدرسة. إجمالي عدد التمريرات الأهلي كان له في المباراة 366 تمريرة والزمالك كان له 399 تمريرة. دقة التمريرات كانت الأهلي دقته أعلى 83.8 والزمالك كان 81.4. هذه أرقام. والكورنرز كان 3-3. هذه أرقام مباراة لم يفز بها الأهلي ولم يخسرها في ميعادها الأصلي. آه. ولكن خسرها بضربات الترجيح. أيوه. إذن هنا بقى لو هنتكلم بقى هنتكلم نقول استحواذ ولا نقول فعالية ولا نقول أصل إحنا استدرجنا كل اللي إحنا عايزينه، ولا هتلاقي كلام يتقال. أيوه. لكن خسرنا الماتش. سكتنا. أيوه. سكتنا. مقلناش ده إحنا لعبنا وراح مننا الماتش. وعلى فكرة كل الماتشات اللي أنت خسرتها بضربات الترجيح مشيت بالسياق ده. بس بعضها كان ليك ضربات جزاء كمان فيها. أيوه. طيب تعالى بقى الماتش الدوري اللي انا مذهول جدا اللي اعتبروه اهم ماتش في الموسم، يعني تعامل النقاد مع ماتش الدوري ده كما لما يتعامل مع ماتش نهائي افريقي خالص، من حيث الاهتمام ومن حيث تفخيم الأحكام. تفخيم الفوز وتسفيه الهزيمه، ودرجه ان يعني اطاحوا فنيا بفايلر تقريبا في هذه المباراة. تعال نشوف أرقامها. احنا خسرنا المباراة دي 3-1. الاستحواذ للأهلي في هذه المباراة التي خسرها الأهلي 3-1، 57 للأهلي 43 للزمالك. 57 فرق 14%. وانت خسران 3-1. هنقول استحواذ ظاهري بدون فعالية ممكن. إجمالي عدد التسديدات 26 للأهلي 9 للزمالك. 26-9. يا ألطف الله. داخل منطقة الجزاء 17 للأهلي 5 للزمالك. بين القائمين والعارضة 7 للأهلي 5 للزمالك. الفرص التهديفية الأهلي 9 فرص الزمالك 5. إجمالي عدد الهجمات 55 للأهلي 29 للزمالك. نسبة الهجمات المكتملة 44% للأهلي 31% للزمالك. عدد التمريرات العرضية برضو فايلر 33 تمريرة عرضية مقابل 9 للزمالك. إجمالي عدد التمريرات 358 للأهلي 305 للزمالك. نسبة دقة التمريرات في المباراة التي خسرها الأهلي 3-1 83.5 للأهلي 73% للزمالك. عدد الركلات الركنية 6 للأهلي 2 للزمالك. ولا رقم راح، يعني 6-2 مش 6-1. ولا رقم في هذه المباراة ما كانش لصالح النادي الأهلي. وخسرها الأهلي 3-1. طبعا ناهيك ان كان ليك ضربة جزاء مؤكدة لوليد سليمان وواضحة. لوليد سليمان، والنتيجة 2-1. اتكروتت بالكرواتي. واخد بالك؟ ادي مباراة خسرها الأهلي واحتفى بها كل النقاد وتحدثوا عن المباراة. لن تحدث فارق في الدوري، لن تؤثر على مسيرة النادي الأهلي في الدوري، ولم تؤثر على موقف الزمالك في الدوري، ولم تؤثر على أي شيء. لم يكن الأهلي في هذه المباراة عنده حتى رغم كل السيطرة دي أنه يعني مش هقول مش مهتم، لازم يكون مهتم، لكن التأثير هذه الهزيمة على الأهلي من ناحية الموضوعية ولا حاجة. إذن أنت في هذه المباراة خرجت بتهاجم المدرب اللي عمل كل الأرقام دي، بتهاجم الفرقة اللي عملت كل الأرقام دي. ليه؟ لأن قلت الراجل التاني وصل للي هو عايزه من نتيجة المباراة. إذن أنت تحدثت عن قيمة المباراة من منظور النتيجة مش من المنظور الفني خالص، لأن فني في حتة تانية خالص. وهيل التراب على فايلر
وفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. ادي الماتشين اللي خسرهم الاهلي. طب انت كسبت بقى ماتش كل الدنيا مستنياه، جبت جون بدري دافعت عنه واستحوذ الفريق اللي قدامك، لما عمل التعادل رجعت استرديت شخصيتك وقلت لا انا لازم ابتدي امتص وضيعت امتص وهاجم وربنا وفقك بجون عبقري. كابتن شيكابالا احرز هدف يظل في الذاكره طبعا. جون حلو، ولو انه ماركت شيكابالا انا برضو مستغرب ازاي ما تنبهش كل الناس انه ما يمشيش بالعرض لانه بيلف يشوط. هي دي من ناحيه اليمين ناحيه الشمال هو بيلف يشوط. لكن جون حلو حقق ايه؟ حقق تعادل، بس عاد التفوق للنادي الاهلي او عاد فتره من الاول بدايه الشوط اللعب يبقى سجال ثم تفوق النادي الاهلي في المنتصف الاخير من المباراه تماما لحد ما احرز هدف. طيب اذا لو احنا عايزين نشوف المقارنتين، لو بتتكلموا على الاداء والنتيجه، شفتوا شكل الاداء في المباراتين اللي الزمالك كسبهم سواء بركلات الترجيح في السوبر او مباراه الدوري 3-1، كان التفوق للاهلي كاسح لكن الزمالك كسب، ودي كره القدم. طب وقتها كانت دي كره القدم والعبره بالنهايه، وان ده تكتيك والكلام بالخواتيم وان ده تكتيك وده تكتيك، والراجل استدرجه والراجل عمل كل الكلام الغنى اللي انتوا شفتوه. لما افضى الى ان الاهلي هو اللي يلعب بالشكل التكتيكي ويكسب، نشوف الصحف المصريه بعد المباراه كيف تابعت تتويج الاهلي. احتفت الصحف والمواقع الإلكترونية بالإنجاز الكبير الذي حققه الأهلي وتتويجه باللقب التاسع في إفريقيا، وتغنت الصحف والمواقع بالأهلي وإنجازه الكبير ليحلق بعيدا عن كل منافسيه ويغرد خارج السرب في المنافسة على الأرقام القياسية، وشبهت الأخبار الأهلي بالأمير الذي عانق أميرته في ليلة تتويجه وليلة الأفراح في القلعة الحمراء، لتصفه أيضا أخبار الرياضة بأسطورة إفريقيا، لتضيف قائلة: موسمان عملها في الزمالك تاني، الكبير كبير والأهلي ملهوش مثيل، ألوها زمان الأحمر بطل كل الألوان. فيما شبهت الأهرام المسائي التتويج بالإعصار الذي دمر الزمالك وهدف أفشة قضى على كل الأحلام البيضاء، وأفردت الأهرام المسائي صفحة كاملة تتغزل في الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، وقالت عنه: موسيماني أسطورة من الجنوب، مشيدة بقرار مجلس الإدارة بالتعاقد معه. فيما وصفت المساء الأهلي بنمبر 1 في موقعة القرن، وقالت الأخبار المسائي: الأهلي أفش التاسعة، ولكونها ليلة انتصارات وفرحة الجماهير في كل مكان داخل مصر وخارجها، عنونت الوطن موضوعها بليلة العمر في الأهلي، مشيدة بالأهلي وأبطاله، وعرضت احتفالات الجماهير واللاعبين في كل الميادين. في مقالة المصري اليوم: يا أهلي عادت شمسك الذهب. المواقع الإلكترونية أيضا احتفت بانتصارات وفرحة الأهلي، وقال موقع الوطن سبورت: التاسعة بتوقيت الأهلي، الأميرة السمراء تعود للجزيرة من بوابة الزمالك. فيما قال موقع بوابة الأهرام: الأهلي يتوج بلقب أبطال إفريقيا على حساب الزمالك ويعانق الأميرة السمراء. فيما وصف موقع في الجول المباراة بعنوان: غدارة غدارة، التاسعة بتوقيت الأهلي. أما موقع يلا كورة فكتب: صاروخ الأهلي يضعه على عرش إفريقيا ويحول أحلام الزمالك إلى سراب. ايوه الصحف والصحف تاني يوم عرفت او هديت الليله ان خلاص الاهلي هو البطل، خد حقه في الصحافه. ولكني اتحدث عن استديوهات التحليل استاذ ابراهيم، والله في مقدمين كانوا مبوزين مبوزين مجنزين متضايق ويتحدث لماذا خسر الزمالك. ماشي، بس تبقى جزء، لكن فين الاهلي في قصتك انت هنا؟ وطالما ان انت مشاعرك هتحكم فيك، ما تقعدش على منصه انك انت قاعد على احتمال واحد ان يفوز الزمالك. مش معقوله، كان المفروض تكون في قناه الزمالك كذا حد بالطريقه دي. ما خدش الاهلي حقه في استديوهات التحليل
كبطل وكراجل او ككيان استرد بطوله مهمه بقاله ثلاث محاولات بيحاول عليها، ورايح لكاس العالم للانديه وجونك يا قفشه ب3.5 مليون دولار على الاقل. هو ده المينيمم. انت وشطارتك بقى هناك يا قفشه انت وزملائك تخلوها يتقفش يا 4.5 مليون يا هيفضلوا زي ما هم، واخد بالك؟ وممكن يزيدوا. اذا احنا رايحين، هذا جيل يا استاذ ابراهيم كان يحتاج هذه البطوله. مين غير وليد سليمان خد البطوله دي وما كانش في الملعب بالظروف يعني؟ اذا كل الجيل اللي موجود ده كان يحتاج هذه البطوله عشان يبقى، واحنا كمان هنلعب في نهائيات كاس العالم. واحنا كمان هنرجع بعد الفاصل لكلام كتير مهم. جونيور اجاي 14 مباراه، الشناوي 13، ايمن اشرف ورامي ربيعه وحسين الشحات وقالوا ديانج 12، وقفشه اللي قفش القفشه الكبيره 10 مباريات، وعلي معلول 10 زيه، ومحمد هاني واحمد الشيخ واحمد فتحي ووليد سليمان ومروان محسن 9، ياسر ابراهيم لعب 8 ماتشات وجيرالدو لعب 7 ومتولي وحمدي فتحي كل واحد لعب 6، لكن كهربا لعب 5 وقاليو باجي ووليد ازارو لعبوا 4، رمضان صبحي كمان لعب 4 بس راح يحقق البطولات مع بيراميدز. علي لطفي ومحمود وحيد وصلاح محسن لعبوا 3، صالح جمعه وحسام عاشور وسعد سمير كل واحد لعب مباراه. طبعا يعني منطقيه قوي. يعني لما تشوف الثلاثي ولا اكثر مشاركه طبعا ما هو منطقي. ولو ان انا اضع واحد من نجوم بجنب الشناوي والثلاثي مؤكد ان ايمن اشرف عامل موسم استثنائي. مصطفى شوبير وشريف اكرامي حارسي المرمى الاثنين هم اللي ما شاركوش في ولا مباراه وكانوا مسجلين في القائمه الافريقيه، بقيه الناس كلها شاركت، وبالمناسبه كل الناس اللي شاركت ميداليتها وفلوسها بتروح لها لغايه بيتها، وده تقليد الاهلي الدائم حتى بما فيهم ازارو. تتويج الاهلي بالاميره كان محل اهتمام وتقدير كبار الكتاب الصحفيين، نشوف هذا التقرير. مبروك للاهلي، لعب وفاز وامتع، وكانت بصمه مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني واضحه. حقيقة مهمة أكدها الكاتب الصحفي الكبير خالد ميري رئيس تحرير الأخبار في مقاله الذي حمل عنوان مبروك لمصر، ويؤكد أنها لم تكن مجرد مباراة ممتعة في كرة القدم، بل كانت نهائي الحلم لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، وكانت درسا جديدا في قدرة مصر على النجاح وبداية حقيقية لنهاية مرض التعصب البغيض. واتفق معه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليدعو أن تشمل مبادرة لا للتعصب الجوانب السياسية والدينية والأخلاقية والفنية بعد النجاح الرياضي الكبير بفضل التزام البرامج والإعلام الرياضي. فيما قال الكاتب الصحفي جلال عارف في الأخبار: ليلة كروية جميلة عاد فيها النادي الأهلي لاعتلاء عرش الأندية الإفريقية والفوز بالبطولة الغالية للمرة التاسعة بعد أن عانده الحظ في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أن المباراة احتفت بشياكة اللعب وبالروح الرياضية بين الجميع. وأيده في الرأي عصام السباعي في الأخبار بأن مصر هي الفائز الأول بكأس أبطال إفريقيا، وأكبر الفائزين هو مجلس إدارة الأهلي وبالأخص زوجات الأعضاء، فقد تحملنا الكثير. وامتدح حسن المستكاوي في الشروق الأهلي ومجلس إدارته ليؤكد أن ما تحقق حدث تاريخي غير مسبوق ليواصل الأهلي كتابة التاريخ، مشيدا بقدرات أفشة الذي مارس هوايته في اصطياد الكرات الضالة ليسجل منها الأهداف. أما محمود معروف فوجه التهنئة للأهلي متمنيا البطولة العاشرة والظهور المشرف في مونديال الأندية، فيما عدد طارق الأدور في الجمهورية إيجابيات المباراة وأهمها عودة الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. وبعيدا عن أجواء المباراة وشكلها الفني، تحدث عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية عن الكابتن الخطيب وقال: لا أخفي أني زملكاوي شديد الولع والعشق، ولكنني في نفس الوقت أحترم الأهلي كمؤسسة رياضية عريقة لطالما رفعت اسم مصر عاليا
ومن النادر أن يجمع جماهير الناديين على حب لاعب، لذلك أكن كل الحب والتقدير للكابتن محمود الخطيب الذي بدا متأثرا بعد فوز الأهلي بسبب التحديات والهجوم على مجلس إدارته. لا تستطيع أن تنسى الخطيب كونه لاعبا خلوقا لديه قدرة على التواصل المتميز مع الناس بأدب جم وأخلاق رفيعة. شفت حضراتكم قد ايه الاميره الغاليه دي كانت جديره بكل الاهتمام وبكل كتابات كبار الكتاب الصحفيين والاشاده بفوز الاهلي بالبطوله وبهذا النهائي المصري الرائع والمكاسب اللي صدرت منه. اذا كان ده كل ما في الغربال فهناك كلام كتير بعضمه لسانه الجداره، ومين يفهم العباره؟ مين يفهم انه الاداء اللي تم بهذا الشكل وهذا التكتيك كانت وراه جداره كامله؟ الاهلي وصل للهدف 23 في البطوله، وده رقم قياسي في تاريخ دوري ابطال افريقيا. يعني يحقق الارقام القياسيه، ها؟ اقوى هجوم اقوى دفاع حتى في الدوري المصري، اقوى هجوم اقوى دفاع اقوى فارق نقاط، وبعدين نتكلم عن الجداره ونتكلم اصل الاهلي بيلعب مش عارف ازاي ياخد الدوري بفارق 21 بونت، وبعدين نتكلم باستمرار وكانه هو الذي يلاحق او باستمرار او كان هو الذي ضربه الحظ. كل الارقام القياسيه يا استاذ ابراهيم لصالحه، كل الارقام القياسيه. ده انا شفت هنا، هتجيبها لنا دي ولا لا؟ هجيبها لك على اجمال البطولات كلها. يعني لكن كويس قوي ان في ناس من بره حتى تشوف هذه الجداره الاهلاويه بعين ما فيهاش حته بحلقه، عين منصفه شويه. الكاتب الصحفي والناقد الرياضي التونسي الاستاذ فتحي المولدي كان له راي في القناه الناقله للبطوله البي ان عن تتويج الاهلي ومباراته مع الزمالك. الشعور فتحي اليوم شامة. انت عشت شهر تقريب اهلاوي، عشت شهر اهلاوي وانت تتابع في المباراه، عشت المباراة وأنك أهلاوي بأتم معنى الكلمة؟ قلبا وقالبا هشام، عشت مدة شهر وكأني أهلاوي، كان شهر عسل وما نكذبش عليك، كانت فرحة كبيرة. عشت المقابلة كمحب فعلا، محب فعلا، لأنه لمدة شهر هشام وانت تعرف وقت اللي نخدمه خدمة يلزم نطلع على تاريخ الأهلي، وقت اللي تقرأ تاريخ الأهلي ما تنجمش ما تحبش الأهلي، وقت اللي تقرا انجازات الاهلي ما تنجمش ما تحبش الاهلي، وقت اللي تقرا الاسماء اللي تعدات في الاهلي والمقابلات والازمات اللي مر بها، وكل مره يقوم الاهلي ويتيح ويقوم باش يهز كاس افريقيا، باش يهز شامبيونز ليج، تقول هذا فريق غير عادي، تقول في الاخير وانه الكاف وقت اللي قالت الاهلي نادي القرن، هذا صحيح وانا اعترف بذلك، نادي القرن عن جداره. واليوم خويا عبد الكريم في مقابله القرن في نهائي القرن ما نجم يفوز به كان نادي القرن، ما كانش ولي ربما عمليه معناها غير عاديه. شعوري هشام اكثر من فرحه انتصار الاهلي، شعوري فخر كبير، لانه تفرجت في مقابله استثنائيه، تقولش عليا نتفرج في تشامبيونز ليج نتاع نهار ثلاثه ولا نهار الاربعه، تفرجت في مقابله كل دقيقه فيها كانت تكون ممكن حاسمة، تفرجت في فنيات عالية، تفرجت في أهداف ربما حتى في أوروبا ما راهمش. أنا نحب نحيي الكرة المصرية، صح عليها الكرة المصرية، لأنه باللاعبين الداخليين اللي يلعبوا في البطولة المصرية وتضيف لهم الأسماء الكبيرة والرنانة اللي تلعب في البطولات الأجنبية، الكرة المصرية في الطريق الصحيح. فتهنية للأهلي صحيح، ولكن تهنية لمصر، لشعب مصر، لكرة مصر، لوائل. وهرد لك عبد الكريم. شوف يا سيدي، الراجل ده فعلا بيتكلم على الاهلي باحترام شديد جدا، وهو بيحب الاهلي واضحه تماما يعني، وقالها لك بكلمه مختصره بس عميقه قوي: من يقرا تاريخ الاهلي لابد ان يعشقه. هذا حقيقي، لان التاريخ بيقول لك ايه الاهلي ده، وبعدين يتحدث انه مش بس بيحب الاهلي، هو فخور بالنادي الاهلي. وبعدين الجداره، نادي القرن، اللي حسم في لقاء
هو لقاء القرن برضه، لان مش سهله ان ناديين من بلد واحده يتقابلوا. مش عارفين هنشوفها تاني امتى. كل اسباب الجدارة، ولكنه لمس على النقطه المهمه. الكره المصريه فازت في هذه المباراه احترامه الشديد، لان يبقى طرفي اللقاء مصريين، وفخره بفوز الاهلي وتمنياته انه كان يفوز الاهلي، ولكن هذا هي الرساله اللي كان لازم تتصدر للعالم. كرتنا تستحق شغل مننا كمسؤولين احسن من كده. هنروح حته ثانيه خالص ككره مصريه، ولكن هو تحدث عن نادي الاهلي. طب عندما يتحدث عن الخطيب بيقول ايه؟ عايزين نشوف. في كل الفرق تقريبا في العالم باستثناء البعض، رئيس النادي يوفر الاموال، رئيس النادي هو الاداره، رئيس النادي هو يمضي على العقود، رئيس النادي لا يدخل في الشؤون الفنيه. مش معناها محمود الخطيب يدخل، لا، لكن محمود انه يكون رئيس النادي رياضي وتاريخ، ووقع انتخابه من القاعده الكبيره من الجمهور الاهلي، وانه يعمل الاختيار هذا. راهو جاب المدرب يوم 1 أكتوبر، عنده أقل من شهرين. مجازفة محسوبة، خليني نقول ذكاء، وأنه يعرف شي يعمل، يعرف شي يخطط. فالانتصار اليوم والتتويج التاريخي لنادي الأهلي 9 هو انتصار لمحمود الخطيب. قل ما نتحدث على رئيس نادي يكون وراء انتصار. ثم وقت اللي وقع انتخاب محمود الخطيب في يوم المشهود، وأتذكره لأني كنت أتابع يوم الانتخابات في الجلسة العامة لنادي الأهلي، تذكرت نادي بايرن ميونخ. نادي بايرن ميونخ اللي حط قيادة الفريق عند اللاعبين كارل هانس رمينيجا، بيكنباور، سيب ماير، ناس لعبت، ناس تفهم كورة. يولي هونس نادي الأهلي على رأسه يولي هونس على رأسه إنسان يفهم كورة، عرف كورة، وخاصة هشام. والنقطة الأساسية عنده الكاريزما، لأنه الكاريزما ما معنى كاريزما؟ بمعنى الاحترام، بمعنى التقدير، بمعنى اللاعبين يحترموه، بمعنى الجمهور يحترمه، يفرض الاحترام، وهو يؤكد ذلك الاحترام. يفرض الاحترام. لاحظ كيف تتعامل اللاعبين مع محمود الخطيب. كانت لقطات لافتة جدا أثناء التتويج من اللاعبين لمحمود الخطيب. هذا يبين لك العلاقة وتأثير هذا الشخص على الفريق وعلى اللاعبين. تفضل. وملاحظة فقط وأني هشام، من عرش ريت محمود الخطيب قبل التتويج وكانت الكاميرا على وجهه تقريبا، يظهر لي ريت بعض الدموع في عينيه، يظهر لي ريت بعض الدموع، لأنه فعلا نادي الأهلي مر بفترة صعبة، وصعبة جدا، وكان تحدي كبير. يا أبيض يا أسود يا نادي الأهلي، لأنه بعد انتصار اليوم هشام والنجمة 9 قدامه زوز مواعيد تاريخية، السوبر كوب وبطبيعة الحال كأس العالم للأندية، زوز مواعيد تاريخية. فالنادي الأهلي رجع للتاريخ من الباب الكبير، ولو أنه لم يغادره محمود الخطيب وراء كل ذلك. يعني مش احنا اللي بنتكلم على عظمة الأهلي وقيمة تتويجه، ولا على كاريزمة الكابتن محمود الخطيب وتأثيره في التتويج. ده صحفي إعلامي تونسي كبير قال أنا كنت متابع انتخابات الأهلي من وقت لما كانت بتجرى، وكنت شايف قد إيه الأهلوية مهتمين أن يكون رئيسهم محمود الخطيب، وهذا النجم بالكاريزما بتاعته كفيل بأنه يضمن النجاح. وهنا بنحط 10 خطوط عشان نمبر 10 تحت فكرة الخطيب الإداري، لأنه أنا في تقديري أنه الخطيب اللاعب المهاجم الفاز اللي فاز بالكرة الذهبية ظالم محمود الخطيب الإداري، لأنه فكره وأداءه وتركيزه وجهده وإخلاصه ناس كتيرة جدا مش بصالهم بتركيز شوية مقارنة بكاريزمة النجم الكروي. لكن التأثير الإداري زي ما فتح المولدي قال لك في 24 ساعة جاب مدرب كبير، ما سابش الساحة خالية 24 ساعة. كان ريني فايلر بيمشي الصباح كان فيه مدرب مدروس، مدرب وراه خطة، وراه مشروع، وراه تفكير. هو ده الإداري. بص هو قال إيه؟ رئيس النادي قرار، والقرار إدارة،
ولما يكون رئيس نادي بخبرات وكاريزما واحد زي محمود الخطيب، ده الملخص يعني. تكون القرارات بتاعته مدروسة وموضوعية، واستشهد ان البطولة دي لا تنسب الى ما اتخذه الكابتن محمود الخطيب من قرارات، لانه ما سابش النادي الاهلي في صغرة بعد اعتذار فايلر اللي كل الناس مستنيه يكرر انجاز جوسيه، ودي حاجة مش سهلة. محقق نجاح كان جامد جدا، وكانت صدمة عند ناس كتير جدا، وده يقودني ان يذهب النجوم ويبقى الاهلي لانه هو صانع نجوم. لكن انا عايز اقول حاجة واحدة على المستوى الشخصي بقى، هسمح لنفسي ان انا اقول الخطيب مفاجئني. الكابتن لا، انا متوقع ان كابتن الخطيب بنجوميته بتاعها يبقى الاداره بالنسبه له اسهل، لانه عنده هذه الكاريزما وعنده الخبرات السابقه وتمرس في كل المناصب. لكن ما راه وهو قال هذا الكلام، قال انه كان الاهلي في تحديات حقيقيه ومشاكل حقيقيه، فشفنا الخطيب الذي يعالج الازمات. أنا يعني الحقيقة لازم أقول له شكرا، لأن أنت اديتني حاجات فوق ما كنت أتوقعه منك. تتحدث برصانة، تتخذ قرار بدراسة، تواجه المحنة بثبات، كل محنة تطلع منها كسبان، سبحان الله. ماذا بينك وبين ربك؟ فأنت يعني لازم كراجل عندي بقى معايشة مع النادي الأهلي وإدارات الأهلي وكجمهور، أقول لك شكر محمود الخطيب. وأنا أقول لك ألف شكر. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كنت أتمنى أن الوقت يكون فيه متسع عشان نفرجكم على ردود الأفعال العربية والعالمية، لأنه لما تشوفوا الفخر والزهو والفرحة بالأهلي من واحد زي فتح المولدي في تونس، لا هتشوفه في كل الدول. عايز اقول لك على حاجه يا باشمهندس، بالمناسبه الحلقه اللي قبل اللي فاتت، قبل ما المهندس عادلي يرجع بالسلامه، بعد الهوا كلمني الكابتن حسين عبد اللطيف كابتن نادي الزمالك السابق، قال لي استاذنك في شخصيه اردنيه مرموقه، انتوا جنبه كاهلاويه ولا حاجه، من حب وعشقه للنادي الاهلي. ايه ده؟ قال لي اسمه الاستاذ سعيد الجعبري. استاذنك اديله تليفونك وعايز يكلمك ويطمن على المهندس عدلي. كلمني واذا بي الاقي نفسي قدام راجل على التليفون مصري اهلاوي اكتر من اللي في مصر وعايشين في مصر. قال لي احنا اسرتنا مصري الهوى. بص، قال لي اسرتي في مصر وشغلها في مصر من 1930، عضو في النادي الاهلي والله. قال لي انا هو كان رئيس نادي الجزيره قبل كده الاردني. قال لي انا بالنسبه لي بظبط مواعيد سفري بره الاردن على ملك وكتابه. بسم الله ما شاء الله. لا يمكن ما اتفرجش عليكم يا على الهوا يا في الاعاده. وحافظ لدرجه انه قال لي انت بقالك ثلاث حلقات والمهندس عدلي هيرجع امتى، وكان عايز يطمن عليك. اداني ابنه اسمه خالد سعيد الجعبري، قال لي خالد عامل في البيت متحف للنادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله. انزل مصر لازم اجيب له هدايا، راجل عنده 30 سنه ابنه، بس لازم اجيب له من مصر شنطه من النادي الاهلي. الميداليه الجديده، الكوفيه الجديده، الكره الجديده، الفانيلا الجديده. قال لي من حبنا في الاهلي عاملين متحف في البيت للنادي الاهلي. فده النادي الاهلي يا جماعه. وده قيمته حتى في وطنه وفي كل محيطه. مجدي قفشه كان واحد من نجوم المباراه، نجم الليله، عريس النهائي، هو اللي ساهم في القبض على هذه الاميره. قبل كده الاخوه في قناه الزمالك او في برنامج زملكاوي الحياه، لما الاهلي تعاقد مع مجدي قفشه كان رأيهم فيه ايه؟ نفكرها. اكل موضوع تاني؟ قلت عايز اعلق على الموضوع ده. عايز اعلق لان انا ما حظ قفشه يعني ان انا اسجلها عليا من دلوقتي. قفشه صفقه فاشله في النادي الاهلي. اولا لعيب مهمل ما بيتمرنش كويس، وده اللي كان مخليه ما نالش قناعات المدراء الفنيين اللي تولوا تدريب بيراميدز. واحد بيتفرج عليك يقول لك دلوقتي انت محروق قوي ان هو ما راحش الزمالك خالص، وتبني قرارك ان هو ما راحش الزمالك. انا بقول لك ده واقع. هما بس عندنا في النادي الاهلي الناس قاعده في المدينه الفاضله تقريبا كلهم رايحين الحج مع شرقاوي. لا 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 مش هتقابلهم هناك. طيب تمام. انا النهارده بالصدفه والله العظيم ما كنتش اعرف انك هتكلم في موضوع قفشه ده، لان نادي الزمالك اكبر بكتير جدا من اتكلم على قفشه، ولا حتى حد يقول لك اما حته الدين قفشه. فانا شايف انه التيبيكال كويس ان هو ما جاش نادي الزمالك، لانه ده اخره سيزون واحد في النادي الاهلي،
مش هتلاقيه تاني، لان العقليه دي اللي بتتكلم وبتلعب على كل الحبال صدقني ما بتعمرش وربنا ما بيكرمش. اما طلعت حته الدين قفشه بجد والرد عليها بعد تفسير او تاثير قفشه مع الكابتن رضا عبد العال. قفشه خلاص هو خد مكان عبد الله السعيد. بتستنى انا؟ اه لا عدى كمان عبد الله السعيد. عدى عبد الله السعيد؟ لا بجد في فتره. اه طبعا في فتره وجيزه. اه اتفرج على كل اهدافه اللي جابها اللي هي المؤثره اللي هو جمهور الاهلي ما كانش عاجبه، اللي جمهور الاهلي لغايه النهارده بينتقده. انا بقول لك اهو عبد الله السعيد كان جنبه مين اول ما لعب؟ كان مين اللي جنبه؟ كان جنبه ابو تريكه كابتن وبركات وفي الافيو وحسام عاشور تشيله. وحسام عاشور دلوقتي مين في النادي الاهلي؟ مين اللي شال النادي الاهلي؟ هو قفشه والشناوي. هم كلمه السر في فرقه النادي الاهلي وايمن اشرف. فلما ده يشيل ماشي، ما هو اتنين تلاته كابتن، انما انت كان جنبه نجوم جامده جدا. فلما ده يجي يشيل لوحده ولسه جاي وافد جديد السنه اول الموسم دوت ويعمل اللي هو بيعمله ده، ده انجاز. يبقى ده هيعدي عبد الله السعيد تمام في كل حاجه. كم سنة؟ عنده كام سنه؟ لا صغير مش كبير قوي يعني حوالي حاجه و20 سنه. وده برضو حاجه من ضمن الحاجات ان ده راح قعد في نادي الزمالك وكانوا عايزين يخلصوه ما خلصوهوش. ايوه لازم تندموا عليه يعني. دلوقتي هو رقم واحد في مصر في الحته دي. دلوقتي هو رقم واحد في مصر. اما حته الدين قفشه، طب قفشه نفسه بقى اللعيب الفلاح البسيط اللي من قريه كمبره على فكره هنا في الجيزه جنب ناهيه ابو كرداسي. اه نفس المنطقه اللي اخرجت، وعلى فكره هو وعربي بدري من نفس القريه برضه، يعني قريه اهلاويه قوي. بعد ما الناس فرحت بقفشه راح احتفل مع اهله واسرته، لكن جه في قناه الاهلي وعبر عن فرحته. هدف قفشه امبارح فكرنا بهدف محمد ابو تريكه في الصفاقس في الثواني الاخيره 2006. ساعتها كنت هنط من البلكونه، دلوقتي انا اللي جبت الجول. كنت بتتفرج على هدف ابو تريكه؟ اه طبعا كنت صغير. ده من 16 سنه. يعني كنا 2006 واحنا دلوقتي في 2020 16 سنه، انا كان عندي 8 سنين كنت صغير وبتفرج على الماتش. لما جبنا لما ابو تريكه جاب الجول وكده كنا هننط من فوق البيت. فدلوقتي الحمد لله لما انا اكون بتفرج ودلوقتي انا بجيب جول تاريخي في نادي الاهلي فده حاجه طبعا حاجه كبيره طبعا. تسديده رائعه قفشه، شوطة حلوة قوي. الحمد لله توفيق بتاع ربنا الحمد لله. عايز اتكلم مع كابتن محمود الخطيب ودور الداعم دايما لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني وتواجده في الوقت الصعب معاكم. بص يا كابتن اسامه، وجود الكابتن محمود لحد ذاته من غير ما هو يتكلم ده شرف لينا كلنا. يعني اي حد يتمنى، يعني بعيد عن الكابتن محمود رئيس نادي او حاجه، اي حد يتمنى ان هو يشوف الكابتن محمود الخطيب، اي حد يتمنى ان هو يقف معاه، اي حد يتمنى ان هو يتكلم معاه. فده لحد ذاته اللي هو يبقى موجود معانا في معسكر ده شرف لينا كلنا، ومش محتاجين كلام لان ده حافز لينا اللي هو يبقى موجود معانا. طيب باختصار شديد بعد الثلاث فيديوهات اللي شفناهم دول، قفشة صفقة فاسدة، لاعب مهمل مش هيقعد في النادي الأهلي أكثر من سنة، الحمد لله إنه ما جاش الزمالك. قفشة يرد في الملعب مش هنا، وحتى مع منتخب مصر يذهب ليحقق انتصار خارج الأرض لمنتخب مصر ثم يعود ليحقق للنادي الأهلي هدفه يعني التواجد في كأس العالم الأندية بعد غياب 7 سنوات، شأن شأن ابن منطقته الكابتن أبو تريكة. هذه أهداف لن تمحى من الذاكرة. إذن ده درس إن اللعيب ما يشغلش دماغه باللي بيتقال عليه ويبقى عنده سبيل واحد، الرد في الملعب. قلت له لما تشوفه كابتن قفشة وبعد ما يلعب في نيلته هذا المهم الذي لا يتدرب، لو تشوفوا عضلاته عاملة إزاي، لو تشوفوا مفيش شغتة، مفيش أهي مفيش شغتة. يعني هذا رجل شوف كان جاي لنا عامل ازاي، يبقى اللي كان هو ما كانش بيتمرن، ده موضوع تاني هنا. لكن عندما تدخل النادي الاهلي المسؤوليه تلمع الالماس. تلمع الالماس؟ امال ايه؟ واتضايق عمرو اديب؟ عمرو اديب ده قصه بقى، شوف قبل الماتش عمل ايه؟ عليه. واثناء الماتش عمل ايه؟ اه بص الزمالك هيكسب ماتش يوم الجمعه، يوم الجمعه الزمالك هيكسب. الجمعة الزمالك هيكسب، يكسب الزمالك الجمعة، الجمعة الزمالك هيكسب. يعني رتب الجمل زي ما أنت عايز. طيب كان بيصمم الزمالك هيكسب. طب هو قاعد بيتفرج بقى ترقبا لأن في شيء هيحصل. يا ريت أنت مركز معاه وهو بيتفرج. لا أنا اتفرجت بقى. طب والله العظيم من أمتع ما يمكن. يا ريت نشوف. إحنا في الدقيقة 85 باقي 5 دقايق غير الوقت ضايع، يعني بنتكلم على
من 7 لـ8 دقايق لو الماتش طلع كده. وعلى فكرة بيقولوا لي انه المباراة سجال، يعني مفيش حد مسيطر على الماتش، هجمة هنا وهجمة هنا، ومش باين بالظبط مين المتفوق في هذا الشوط، وجات كرة في العرضة هنا وكرة في العرضة هنا، إلا إذا أحد الفنانين العظماء من الأهلي أو الزمالك قدر في 7-8 دقايق جايين أن يقوم بوصلة فنية زي الوصلة بتاعت شيكابالا أو بتاعت عمرو السولية ويحرز هدفا وينهي المباراة بالضربة القاضية. إيه اللي هيحصل؟ جول. النادي الأهلي يحرز الهدف الثاني. لسه بقول لحضراتكم حد فنان هيقدر ان هو يجيب الهدف القاتل، واظن ان كده النادي الاهلي ينهي المباراة وينتهي كأس السوبر. انا لسه من 10 ثواني بقول لحضراتكم احد الفنانين، وفعلا هي كرة صعبة، ياتشينكو واقف بيتفرج وكلنا واقفين بيتفرج، وانا سبحان الله اهو لطشها لطشها لطشة فنان في المقص بصراحة قفشة. ما انا بقولت لكم احد الفنانين العظام سيقوم بوصلة فنية. قفشة جايب جون، قفشة قفش الزمالك كله. روح يا اخي، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك انت ورجلك وكل حاجة. قفشة الصفقة الفاسدة بيرد على الاستاذ عمرو اديب، الزمالك هيكسب يوم الجمعه، يوم الجمعه الزمالك هيكسب، الزمالك هيكسب يوم الجمعه. يوم لاول مره في حياته يذيع الدقائق الاخيره من المباراه عشان يقول لك جول، قفش الماتش كله ويكسب الاهلي. وحتى الناس اللي اتكلمت على ضربه الجزاء اللي الناس طلبت بيها للزمالك، نشوف الكابتن ياسر عبد الرؤوف محلل التحليل التحكيمي في قناه الزمالك قال ايه. الحالة الجدلية وهي حالة سقوط بن شرقي داخل منطقة الجزاء، وهل هي مخالفة على بن شرقي ولا ركلة جزاء؟ لو كان عندنا ماتيريال كنا حنبين مكان مصطفى فين، كان واخد من مكان هاي الحقيقة شايف منه. طبعا الكرة هنا اللي قدامنا ان هي بين الاثنين، ولكن اللي بدأ باستخدام الذراع هو مهاجم الزمالك. فهو في الحالة دي هو دي اللقطة اللي هو شافها وبلع عليها قراره ان هي انذار. بعد كده حفاق عليك بحالة، كان ماتش الرجاء والزمالك مع احمد عيد، وحصل بعد كده ان المهاجم بتاع الرجاء هو اللي خد احمد عيد ونزل بيه. ده الشكل اللي بعد كده اللي حصل. يمكن لو معانا صوره، وقبلها كمان في حاجه تانية، استخدام الذراع من بن شرقي كان في وجه يعني انت في اعتقادك أشرف. ان لو مش ايد بن شرقي سبقت في الاول كنا هنتكلم في التحام طبيعي، كنا هنتكلم بعد كده ممكن في اعاقه من لاعب النادي الاهلي. هنا بقى من هنا ولكن لحد هنا هو بنى رايه على الاولانيه. المخالف لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو بن شرقي. بعد كده بدات المخالفه تتحول. تمام. حتى في اللقطه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي السقوط ده كان سببه ان بن شرقي ماسك دراع ايمن اشرف اللي طلع علشان احنا قلنا كابتن ضربه جزاء، ومصر كلها قالت ضربه جزاء. معلش يا كابتن طارق، ضربه جزاء. معلش يا كابتن طارق، انا معلش ليك رايك بس أنا بصراحه أنا مش مقتنع. انا لما بتكلم بصوره تمام. انا الصوره اللي عندي، الصوره الاولانيه ان بن شرقي هو اللي بدا ان هو يستخدم ذراعه. اللقطه الثانيه ان الكوع بتاعه او ايديه في وجه المدافع، ده اللي هو شافه وده اللي هو حسبه. في صوره بقى بتدعم هذا الكلام تماما، اهي شايف دراع، بص بن شرقي لافف على كتف ايمن اشرف وقفشه ازاي، عامله ازاي. وعلى فكره الحكم الخبير التحكيم جمال الشريف قال الدقيقه 74 قرار صحيح للحكم مصطفى غربال باحتساب مخالفه على مهاجم الزمالك، ولكن بن شرقي العين تريد ان ترى ما تتمنى. اقفل لنا بقى اليوم الجميل ده. الف مبروك على هذه الاميره الجميله، والف مبروك لكل الجماهير الاهلاويه الحبيبه. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 8 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.